السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل قصة كفاح شعب مصر. النهاردة هندرس الفصل العاشر بعنوان يوم جلاء الإنجليز عن مصر، يعني اليوم اللي هيخرج فيه الإنجليز من مصر بعد احتلال لمدة 72 سنة. كانوا محتلين مصر لمدة 72 سنة. النهاردة هندرس يوم خروجهم من مصر، وطبعا ده كان الحلم اللي من أيام جهاد طبعا أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول. طبعا احنا في بداية دخول الإنجليز كان في عهد أحمد عرابي والثورة العرابية، ولكن هيتحقق الحلم بعد السنين دي كلها بخروجهم عن مصر. قبل ما ندخل على الفصل العاشر هناخد امتحان جزئي على الفصل التاسع. تخير الإجابة الصحيحة. أول سؤال: حارب الجيش المصري في نقط لتخليصها من عصابات اليهود، راح يحارب ويساعد مين؟ العراق ولا سوريا ولا فلسطين؟ السؤال الثاني: ورد المقربون للملك أسلحة فاسدة للجيش المصري بدافع إيه؟ كانوا بيوردوا أسلحة فاسدة، الغدر ولا جمع المال ولا الانتقام؟ السؤال الثالث: بدأت ثورة يوليو على يد مين؟ ثورة 23 يوليو على يد الضباط الأحرار ولا المقربين من الملك ولا الثوار؟ نيجي سؤال أكمل ما يأتي. أول حاجة: اتخذ البعض من مناصبهم وسيلة للثراء والغنى بطريق غير مشروع، ايه الطرق الغير مشروعة؟ مثل ايه ومثل ايه؟ السؤال الثاني: لم تستمتع مصر بالاستقلال لأن بريطانيا نقط. السؤال الثالث: أعلنت ثورة يوليو حق الشعب في ثلاث حاجات، حق الشعب في ايه بالظبط؟ بعد ما نحل الامتحان الجزئي ونتأكد ان احنا ذاكرنا الفصل التاسع هنشوف الأحداث اللي حصلت في الفصل العاشر. هنعرف طبعا في الفصل التاسع انتهى في الآخر بمجموعة من الضباط الأحرار بعد للأسف هزيمة المصريين في فلسطين في حرب 1948. بعد هزيمتهم بالرغم من الصمود العظيم، فضلوا صامدين وصابرين بالرغم من الأسلحة الفاسدة، لكن حصلت هزيمة في النهاية. ولكن الضباط الأحرار دوت كان في طريقة سرية تماما، اتجمع الضباط الأحرار لكي يقوموا بعمل الثورة العظيمة، ثورة 23 يوليو عام 1952. الثورة ديت عزمت أن تتخلص من كل دخيل مستعمر وتنهض بالبلاد، الثورة العظيمة اللي كانت ليها أهداف احنا نوصل للحرية، نعيش حياة كريمة، ان احنا ننهض ونتقدم ونوصل لإيه، نواكب التقدم والرقي. يبقى عزمت ثورة 23 يوليو ان نتخلص من كل دخيل مستعمر وتنهض بالبلاد. العوامل اللي اخيرا ادت لجلاء وخروج الانجليز من مصر، ثلاث عوامل خلت الانجليز يخرجوا. اول عامل هي ثورة 23 يوليو عام 1952 ميلاديا، اول عامل لخروج الانجليز من مصر. تاني حاجة: سبب قوة ارادة المصريين واصرارهم على الاستقلال والحرية. تالت حاجة: تضامن الشعب المصري، كان في تضامن وفي وحدة، كلهم متوحدين ايد واحدة، عملوا الثورة وقدروا يحققوا الهدف العظيم وهو جلاء وخروج الانجليز من مصر. وتم جلاء الانجليز وخروجهم في يوم 19 أكتوبر عام 1954. يبقى تم خروج الإنجليز من مصر يوم 19 أكتوبر عام 1954 بعد أن قضوا في مصر 72 سنة. كانوا محتليننا 72 سنة. وبعدين مين زعيم الثورة؟ ثورة يوليو، الزعيم العظيم جمال عبد الناصر. بعد ما طبعاً خرج الإنجليز من مصر بدأ إن هو يقول خطبة، خطب أمام الجميع، شكر كل الأبطال الذين كافحوا ولم يمتد بهم العمر ليعيشوا هذا اليوم. وقف ويقول: إنني أسرح بخواطري في هذه اللحظة المجيدة عبر أسوار الحياة إلى الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم ولم يمتد العمر بهم ليعيشوا. إنني أتجه بقلب شعب
واتجه بوفاء جيل إلى الزعماء الذين كافحوا، إلى أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، وإلى الشباب الذين باعوا أرواحهم للفداء، وعلى كل بقعة من ترى الوطن من التراب أتجه إليهم وأقول لهم سوف نمضي على الطريق، لن نضعف ولم نخزل ولن ننسى الأمانة التي حملناها ولا الواجب الوطني الذي عاهدنا الله عليه. دي الخطبة بتاعته، نفهم منها إن هو توجه بالشكر لمين؟ لكل الأبطال اللي كافحوا ولم يمتد بيهم العمر ليعيشوا هذا اليوم، للزعماء اللي كافحوا فشكر مين؟ أربعة بيأكمل: أحمد عرابي، مصطفى كامل، ومحمد فريد، وسعد زغلول، وكل الشباب اللي باعوا أرواحهم فداء للوطن. ووعدهم إن هو هيواصل مسيرة الجهاد ويعمل من أجل رقي الوطن ونهضته. فما المقصود بالفجر الجديد والبعث الجديد؟ طبعا الفجر الجديد المقصود به اللي هو كأننا بنحيي من جديد بداية يوم عظيم، هو فجر ثورة 23 يوليو عام 1952 اللي انتصرنا فيها وقدرنا نقوم بخروج الإنجليز والاحتلال والمستعمر دوت من مصر بعد احتلال سنين 72 سنة. أما البعث الجديد هي حياة جديدة، كأننا صحينا تاني من جديد، بعثنا من جديد حياة فيها حرية، فيها نهضة، فيها إصلاح التي حققتها ثورة 23 يوليو. هنبدأ ننطلق نحو التقدم التي طبعا سيعيش الشعب المصري في ظلال الثورة. يبقى الثورة ديت كانت ثورة عظيمة، بقى في فجر جديد، فجر هذه الثورة عمل بعث جديد، عمل حرية ونهضة وإصلاح والانطلاق نحو التقدم. انطلقت الثورة لثلاث حاجات: إصلاح وبناء وتعمير. يبقى انطلقت الثورة إلى نقط ونقط ونقط: الإصلاح والبناء والتعمير. طب إيه خطط الثورة للتنمية؟ أول حاجة أربع حاجات عشان تعمل تنمية. انطلقت بإصلاح وبناء وتعمير. إصلاح وبناء وتعمير إزاي؟ بتشييد دعائم القوة والعظمة والرفاهية كالصناعات الثقيلة، هتبدأ تعتمد على الصناعات الثقيلة، وبدأت في بناء السد العالي لتوليد الكهرباء. احنا عارفين ان السد العالي هيخزن المية ونستفيد اكتر بهذه المياه، ان احنا طبعا نستخدمها في الزراعة ونبدأ نعمل بها صناعة عن طريق توليد الكهرباء، وهنستخرج الحديد الراكد في ارض مصر. الحديد اللي عندنا موجود في الارض، كنز عندنا عظيم، نبدأ ان احنا نستخرجه ونستفاد بيه ونبني بيه ونعمل بيه صناعات عظيمة. يبقى خطط الثورة إصلاح وبناء وتعمير، تشييد أي بناء دعائم القوة والعظمة والرفاهية كالصناعات الثقيلة، وبناء السد العالي لتوليد الكهرباء واستخراج الحديد الراكد في أرض مصر. طب ليه ثورة يوليو اهتمت بالصناعات الثقيلة؟ علل ليه اهتمامها بالصناعات الثقيلة؟ لأن الصناعات الثقيلة هي بتعمل دعامة قوية من دعائم القوة والعظمة والرفاهية، تخلي بلدنا عظيمة وتتقدم. يبقى هي دعامة قوية من دعائم القوة والعظمة والرفاهية. بعد كده تعالوا نفرق ما بين السؤال دوت، مهم جدا جدا، بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة كما بيّنتها ثورة يوليو. إيه الفرق ما بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة؟ الفرق طبعا احنا بنتمنى ان احنا بعد الثورة ان احنا هنعيش في حرية، بس في فرق. لما تكون الأمة فقيرة لا تملك أقواتها وتعيش عبء على غيرها، ولا يجد أبناءها ما يحفظ حياتهم وما يستر عورتهم، فهي حرية أيضا تفر من الشعب عند الشدة. لما يكون الشعب أمة فقيرة ما فيهاش تقدم، ما بيشتغلوش، ما بينهضوش، فتلاقي إن إيه دي يعتبر مش حرية، دي حرية كاذبة. لما تكون الأمة فقيرة حتى لا تملك أقواتها طعامها وتعيش عبء على غيرها، فطبعا حتى وقت الشدة مش هنلاقينا أقوياء، مش لاقيين إن إحنا ما عندناش تقدم، فدي هي حرية كاذبة. أما الحرية المصونة اللي هي الحرية الصادقة اللي بتحميها المزارع والمصانع، ما يكون في زراعة، في صناعة، هي حرية طبعا، يا
يرهبها الأعداء لما نتقدم في الزراعة والصناعة، الأعداء هيبدأوا يخفوا مننا، ويحرص على صداقتها الأصدقاء، وطبعا لحمايتها إن احنا نخطط لعمل تنمية شاملة زراعية وصناعية. السؤال ده مهم جدا، بيجي ما الفرق بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة؟ قلنا الحرية الكاذبة هي حرية في إيه؟ أم فقيرة لا تملك أقواتها، يعني الطعام، تعيش عبء على غيرها، لا يجد أبنائها ما يحفظ حياتهم ولا يستر عورتهم، هي حرية تفر من الشعب عند الشدة. أما الحرية المصونة هي اللي بتحميها المزارع والمصانع، هي حرية يرهبها الأعداء يخافوا مننا ويحرص على صداقتها الأصدقاء، ويعني بنكون بتخطيط لتنمية شاملة زراعية وصناعية. تعالوا نشوف بقى أعظم حاجة حصلت، المشروع العملاق العظيم اللي نفذته ثورة 23 يوليو، هو مشروع السد العالي. مشروع السد العالي ليه أثر عظيم، يجي في الامتحان إيه المشروع العظيم، هنختار مشروع السد العالي. إيه أثره في الصناعة وأثره في الزراعة؟ طبعا في الصناعة تم توليد الطاقة الكهربائية، احنا قلنا السد العالي لتوليد الكهرباء، يعني توليد الطاقة الكهربائية التي قامت عليها الصناعات الثقيلة، احتاج لكهرباء وطبعا نستخدمها في الصناعة. أما أثره في الزراعة، حول مليونين من الأفدنة، يعني 2 مليون فدان من الصحراء، حولها الأرض زراعية خصبة. 2 مليون مليونين من الأفدنة من الصحراء بقت أرض زراعية خصبة، يعني زادت الزراعة، حصل تنمية زراعية، وزرعنا 700 ألف فدان من الأرز كل عام، يعني سنوياً اللي بيحصل بيتم زراعة 700 ألف فدان أرز. وطبعا مهما انخفض إيراد ماء النهر هيجعلنا إحنا أكبر دولة بقت مصدرة للأرز. السد العالي بيخزن المية اللي إحنا بنحتاجها في الزراعة، فيقدر خلانا من أكبر الدول اللي بتصدر الأرز، لأن إحنا كنا بقينا نزرع 700 ألف فدان أرز. يبقى التنمية اللي حصلت في الزراعة والصناعة، في الصناعة توليد الطاقة الكهربائية اللي قامت عليها الصناعات الثقيلة، وفي الزراعة تحويل مليونين من الأفدنة من الصحراء إلى أرض زراعية خصبة، وزراعة 700 ألف فدان من الأرز، ده طبعا كل عام. وليه يعتبر مشروع السد العالي انقلابا ونقلة شاملة في حياة المصريين؟ الأسئلة دي مهمة جدا، لأنه حقق لنا إيه؟ الرفاهية للأفراد والجماعات، ودفع الأمة كلها إن هي تعمل لحاق تلحق بموكب الدول الصناعية الكبرى، تقدر تنافس الدول الصناعية الكبرى. يبقى المشروع ده حقق لنا الرفاهية ودفع الأمة كلها للحاق بموكب الدول الصناعية الكبرى. طبعا بعد ما خلصنا وعرفنا إيه أهم النقاط، هنقرأ ملخص كويس. على بدأ بثورة 23 يوليو 52 بزعيمها العظيم جمال عبد الناصر، وهنعرف طبعا أهم حاجة إن احنا طبعا بقى اهتمامنا بالصناعات الثقيلة، هنعرف الفرق ما بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة، ده مهم جدا السؤال ده، الفرق ما بينهم. وهنعرف بعد كده من مظاهر طبعا لما عملنا أعظم مشروع هو السد العالي اللي خلانا طبعا حصل انقلاب في الزراعة وفي الصناعة، تقدمنا زراعيا وصناعيا. بعد كده هنحل الواجب في البوكلت صفحة 55، والسلام عليكم ورحمة الله.